المشاهدين معنا الأحضر هذه القمة الأفريقية الأوروبية ليتحدث عن الأسباب التي أدت بنا إلى هذه الأوضاع، ولنتحدث عن وسائل جديدة يمكن أن نتجاوز بها هذه الأوضاع. أكثر من 60 سنة، أكثر من 70 سنة والأوضاع تسوء. تحصلنا على استقلالنا، ولكن لابد أن يكون هناك تعاون على قدم المساواة بين جميع الأطراف. بخصوص العلاقات مع المغرب وصاحب الجلالة. كلمة نحتاج إلى كلمة. أنتم أشقاؤنا.